تربيتنا اليوم عن بريست، بحب بريست دايري فري هيلثي ستاف، بيناتهم اساي، بيناتهم سوفت سيرف او يوغورت، بس بلا اليوغورت دايري فري بيعملوهم انتو بوز. بحب كثير شو بيعملوا كايند اوف هيلثي ستاف، شوية فواكه، بحب كيف بقصوا الموزة، انتبهتوا جوا كيف بقصوا الموزة، and then your tropical coconut based soft serve top stuff. بفتح قبلية لنهار بسموهن ساندي اوف، بلا شوكلت فادج وبلا سكر وبلا كل التفاصيل، very healthy light fresh، احساس فراغ ومي لذيذ flavorful، اسمه بريست. I really enjoyed. لكن نهار جديد يبلش هلا، ونحن بعتقد اخذنا مثل تشالنج، how many premium outlets can we visit around the world around USA. طلع عندهم سايمون بريميوم اوتلتس 195 وحده، صرنا عاملين منهم probably شي 10 and ongoing. انا وياك ثلاثه والبقيه عملنا وحده. فاليوم نهار ريلاكس، نالو انا برمي بأورنج كاونتي ريلاكس كثير. سوري حياتي، بس بدي اقول لكم ركبنا كم اوتلت على اساس انا جاي على رواق بدي اشوف اغراض للاولاد. وصلنا على الاوتلت، صفيت السياره عم بفتح الباب، قال لي معك ربع ساعه. قلت له طب بليها خلينا نمشي، جقرني امتى فتت لانه اشتريت او ما اشتريت، كان بدي اشتري بغير طريقه حياتي، بطريقه اروع. يوم بونجور، جود مورنينج، جود مورنينج، جود مورنينج، جريت، اوكي، ثانك يو حياتي. عبيك دوقي معايا ولا بس؟ لا لا حياتي، عريحتك انت كتير حبيتها. ونهارنا ببلش هلا. هلا حياتي صار وقت الغدا. انت اكيد كتير جوعان حياتي، ما اكلت شيء ابدا من دقيقتين لهلا، ما هيك؟ طبيعي. كان الغدا منيح، حبيت الغدا. المحل فانسي لذيذ اسمه جولف ستريم، بس شوي دبش. كومفورت فود، اكلات طيبين، حبيت لحمة. شو؟ I don't agree. Sorry. انا انبسطت كتير بالغدا. It's a bit fancy، انه العالم اللي بيجوا are fancy، بس المحل هو كمحل كتير لذيذ. القعدة كانت كتير حلوة، السيرفيس كان كتير منيح. الأكل هن I don't think they pretended at any point إنه هن refined. So it was good food, good sandwiches, good burger, good steak, good food. Simple good food. مش كل شيء بده يكون experience. هيدا المحل بيروحوا عليه ولاد المنطقة وقت عبال كيف نحنا منروح بلبنان على ما تعرف مش رح نسمي هلا على مطاعم معينة. هن بيروحوا على هيدا المطعم. أنا كتير لقيته منيح. أنا لقيت إنه لحمة طيبة، ولقيت إنه الفيش برجر تبعي was fine good، الكول سلو لذيذ، بس برجع بقول إنه دبش، في كتير مايونيز، صحون مجروحين كتير كبار. في شيء جديد تعلمته اليوم إنه الويترز ما عندهم صواني، سو بيلقطوا هالغراض
وبصير يركضوا فيهم هيك لقطهم من هون ومن هون. ديكور كتير حلو. هي أول مرة بشوف بمطعم في هيك مثل بيسين كيف نقول مثل بنوار، مي سخنة عم بتدخن هيك من جوا تا واحد يجي يغسل إيديه من بعد ما يأكل أويستر بإيديه. حبيت الفكرة، حلو السيت اب، حلو الجلد، قاعدة برا الناس بتجي بتقعد على رواق بدخن سيجار اتسترا، قاعدة من قدام. So I enjoyed it. I really enjoyed it. بس ما بيقدر ما يعطيكم دوز النكد اليومية، قال لك بحطها هون يمكن ما قدرت غير وقت بالنهار. ايه شو بدك قلها؟ Hey Siri, I need a ticket to Lebanon now. Sorry, you'll need to set up an Apple Cash account to send money. You can do that in settings. I was a bit like tap tap sand. بحلقة امبارح ما حبيتيهم، بفهم، عطيتيني البوزة وانت ضيعت وقت جوا، شرفتي بعد 10 دقايق ما بعرف شو كنت عم تعملي معهم، وصلتي اكلت شيء دايب عم بنقط من وين ما كان، وخبرتيهم بالحلقة اللي قبلها انه انا ما حبيت البوزة، بس انه انت ما حبيت البوزة اللي هي ماي فيفورت جيلاتو. انت جبتني بس كرمالي، مش لانه انت بدك تاكل بوزة هلا. انا ابدا، انا جبتك تغير لك رايي. اوكي انا اتفرج عليك، بس انا رح ارجع اقول الحقيقه، يعني رح دوق ورح اقول الحقيقه. ايه ما في هيك هيك انت في معك هيك هيك ايه انا كمان ما في هيك. ايه يلا تفضل. لو لا لك Moment of truth. هلا خلينا بلش اقول انه شكلها مع احترامي يعني لا، بس اللي كانت عم تعبيرنا امبارح حماره لانه اليوم طب انه طب طلعوا امبارح كانت هي اصلا وصلت مجال مغامر. ما صورت لها وجهها، كانت رفعت علينا دعوه بهالبلد وربحت مليون دولار. ما صورت لها. اوكي تنبلش باليوم رواق، ما في عجقه، ما في ناطره 100 واحد، نحن وحدنا، في شخص واحد ورا الكاونتر اخذ وقتها. هو كان رواق قبل ما نوصل. صح. وعم بتعبي مزبوط، بتلف البوزة بطريقة كتير حلوة وكتير مرتبة. respect to that. and then فيك ما تحبيها يعني. خدي وقت معنا شي لبكرة. ايه انا ملتقى فيكم بعد ساعة، خدي وقت. مستعجل؟ ابدا. اوكي بس انا بوستي بلش تدوب يعني. I like it a lot. بس it's Italian. ما قلت له اسمه جيلاتو، ما كذب عليك الجماعة. يعني وقت انتقدت بإيطاليا ايه؟ تشبه كتير من اللي انتقدتهم بإيطاليا. أنتوني بيناتنا بردو منك يعني. بردو من لا بيناتنا حياتي. تفين أنا أكل بوستة ألا انت أكل مش أنا، أنا ما بيهمني. هي عم تأكل بوزوتة، أنا رح أكل بوستة. 3 شوكولاتس سوبر انتنس اميزنج شوكولات ريل جيلاتو دي ايطاليان واي. اوف 3 شوكليت، اتس ذا بيست ثينج تو هاف. انتنس نوت سويت اكسبشنال. انتبهت اول مره بطلب واحده صغيره. اتس ذا بيست. كأنه موس مع شوكولا ما بتنخلط مع شيء. 3 شوكليت is the best. My moment of happiness. بس هي كتير طيبة. في
اساسا كنت عم تنتقديهم قدام الكاميرا صار هلا عم بعدنا عم صور last day in Orange County. Goodbye Orange County. San Francisco, here we come. رح تبين دعاية للسيارة حبيناها نزلت 2025 beautiful car beautiful car صار سكرين كلها من فوق يعني بالسفرة اللي بعدها مستأجرها مستأجر اي مستأجر اي بتعني اشتريها وهلا وين؟ شو بدي يقولوا عنا يعني شو بدي يقولوا عنا انه جينا على اورنج كاونتي ما رحنا على كوستكو ما في بشتاق له يعني انا كثير بشتاق ايه ما تخاف قبل ما نفوت ما في محل بالشنط ما بقى معنا وزن طيب انت بتبقى هون بدل وزنك باخذ اغراض لقطة شو؟ لقطة جعانة حياتي تيجي تساعة كلك جوا إذا مكمل هيك رايح أنت وياها كيف على لبنان؟ ماشي مين طلع راحت ايدي بلشنا بالاكل هلا بس اخبركم القصه كيف نحن كنا صرنا جمعه نايمين عند اصحابنا فالليله رح يكون عشاء نحن رح نعمل لهم عشاء انا رح اعمل لهم باستا رح نقضي وقت مع بعضنا فبلشنا عند كوستكو تنشتري شويه اغراض رح اعمل لهم باستا بولونيز شيء غير شكل من بعد هون رح نكفي عن هول فودز يلا شوبينج تايم شوبينج تنعمل لهم اكل الليله مش شوبينج تانت تاكل الليله هاي تلقيته خديرون هاي قولي لنا انت عملتها عندك دي كتير حلوة رائعة ريحة حلوة طعمة طيبة سويتنس خفية هيك هلا مثل ما هي بتاكلها صوت مستحيل هي ما بتطلع معي بالسيارة ابدا خليها لإلك
فكرني بالطفولة يا حياتي، كل الطفولة يا حياتي. بس هون كل شيء بأمريكا دبل سايز، ونحن رح نسيل دبل سايز. نحن رح نسيل دبل سايز، نحن رجعين كارغو. كوستكو دون. هلا صار وقت هول فودز. نال ولا مره فايت عند هول فودز، هالمحل بحبه كتير. ديفرنت برسبكتيف، كوستكو كل شيء كبير، كل شيء هيوج، كل شيء عظيم، ما فيكم تشتروا وحده وحده، كله 10 10 20 20. لا فيك تشتري وحده وحده مرات اخبار، بس كله هول فودز لا مور ديفرنت. اني واي هول فودز. لكن شو طبخين لهم؟ طبخين لهم سباجيتي. عم نعمل سباجيتي with three different kinds of four different kinds of tomatoes. Basil. It's our traditional basil sauce. بس هون لأنه في variety كتير كبيرة من البندورة حبيت خليط فيهم، وعلى وجهها رح أحط البوراتا. الرسبي تبعيتها جاي بعد جمعتين على إنستغرام، صورناها بس بعد ما قدرنا نحطها ونخلصها. فريش اورجانيك، مصفصف مزبوط، موسيقى حلوه، الضوء حلو، الاجواء حلوه، حلو هالمحل، كثير مهم هالمحل، وبتلاقي عنده كل التفاصيل الصغيره. واو اي لاف ات، اي لاف ذيس بليس. عم فتش على يازا. يازا حط بوست على انستغرام الجمعة الماضية وصاروا بألف هول فودز اول اكروس. تعرفت عليهم من سنة، مش من زمان، من سنة كانت فكرة، كان حلم، كان عبالنا نعمل لبنة، كان عم يكبر اكتر واكتر. and then هول فودز 1000 destination covering تقريبا كل امريكا. بس بهال هول فودز يمكن الناس اشترون وسولد اوت. رح نفتش بهول فودز تاني ليتر. الرفوف حلوين، الرفوف بشهوة، الوان، الكانز، السيت اب، الديسبلاي، النظافة، بيوتيفلي دان. كل شيء تبغى تشتري اكثر، حاسس عبالي اشتري كل المحل.
spaghetti sauce basilic مع three kinds of tomatoes لأن الرابعة أنتوني ما عارف يسعرها بس السوبر ماركت ردة هيك أهين وبوراتا هيدي فيتوتشيني وعم نعمل كريم تورتليني we already shared the recipe ما بقى عم بتذكر كتير هينة وكتير طيبة. مية البوراتا هي مية فيها طعمة الحليب وتعطي للباستا إذا سلقت الباستا فيها تعطيها طعمة والمي بتصير ستارتشي على حليب فبعدين إذا عدته سلقته البات فيها بتعطي غير طعمة. برافو برافو. أول باستا عم نعمل فيتوتشيني صوص بازيليك مع بوراتا. مكوناتنا هن بصل، زيت زيتون، بندورة النوع اللي عندكم إياه أو إذا عندكم كذا نوع حتى كان توميتوس تزبط، بيزل ليفز فريش مش مجففين، ملح، تشيلي فليكس، سان درايد توميتوس وبوراتا. كله اذا بدك بعمل نص صوص اذا ما حبيتها ما كني ما حبيتها كله يعني كله هلا شو بعمل زيد البندورة فوق البصلات كله هون خبرينا انا عم بطبخ بايد واحدة اجا نصهم برا معليش ما شو قلت لك انا شو شو قلت لك انا حياتي انتني ملاو يا قلبي ما انت قلتي لحط بربيت فوق البصلات وشو كمل شو قلت لك كمان سكر الدينتي من بعده وهي ما قلت لك خفف النار يا انتني يا حياتي يا قلبي بصل زيت زيتون بندورة وحبر هلا بعد بدنا نزيد ال تشيلي فليكس كيف الشوكة بدي اكلهم مع الباستا؟ ايه صحن شو بدك اعمل؟ حطهم بالبلندر بلندر يلا لكن طبخناهم شوي طريو بصل زيت بندورة and basil رح نعملهم مرحلتين بتساعد بعد؟ لا 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 انا بالتورتليني على كريم بالعاده بستعمل بلبنان عندنا شيء اسمه فيجيتابل كريم ماني اكيده في منه باوروبا بعتقد في منه باوروبا بايطاليا في منه بايطاليا لان البراند اللي بستعملها تليانيه كريم فريش بامريكا محل ما انا رحت ما لقيت وهلا سالت اصحابنا وقالوا لي انه في بس بمحلات معينه سو انا ما رحت عليهم جبت هيفي ويبينج كريم رح جرب سمكه قد ما بقدر على النار ونحن بما انه بنزيد عليها غرويير وبندوبها شوي فيها بعتقد بتزبط الكونسيستنسي اذا ما زبطت دائما فينا نزيد شويه كريم تشيز
شوية كريم تشيز لأنه بتعطيها تكستشر شوي أقصى. نشا فيك بس أنه أنا ما بحب الخام مع النشا. تذكرني بشوربة الشامبينيون كنا ناكلها بكلاس دوناج. خلصوا بدقيقتين على قد دقيقتين. طعمتهم رائع. هلا مع الصوص تبعنا. كلهم؟ كلهم. أكيد؟ أكيد. غنية طبعا. روائح المطبخ بتاخد معاي. يا ريت أنتم هون. أكيد الكريم فريش تبعنا كانت طلعت شوي أقصى. رح نزيد لها هون غرويير او ايمنتال او مثلا جماعه استراليا اسمها سويس تشيز مش شيء ثاني عندكم. سو الجبنه بتذوب وبتقسي بتطلع التورتليني كثير بتستوي اذا استويت زياده بتفتح بصير منظرها بشع وما بتعود طيبه. سو دائما بنجرب نعملها شوي زياده على دنتي وبنسكب عليها صوص شوي زياده سخنه. هالصوص عم تسلق التورتليني هلا as we speak. Or over. ما هيدا بزيت الشي هيدا ما بروح كيف تطبخها تسكبها زيتها. شلي هاي عن النار. اوبس. يلا هو اللي خلص على دنتي مثل ما كاتبين 12 دقيقة. مش انا قط بدك رح يفوتوا بالضو. لا 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 بتطلع ناشفه. انتوني بتطلع ناشفه. انا بزيده من طنجره. جيب لك كاسه صغيره. خلص دان. اوكي سكب لي هيدول هون. يلا ناطرينكم على العشاء على الطبل. سكب لي هول بهيدا الطنجره تعمل معلومه هونيك. ما رح يكون اوفر. واخر شيء بنحط شوية زيت زيتون شوية سندراي توميتو اذا بدنا. دي الحقيقة تشوف اذا اكلتك طيبين. ما حدا بيعرف. مظبوط. وانا ما رح كذب عليهم. اكيد. قدرت تعملي بكريم ما حبيناها شيء كثير طيب. شيء سوبر طيب. خي. كريمة السبعون بتعقد والجامبون استعملتيه روعة. بيكن استعملتيه روعة. ابن عمه يعني. And then هاي اللحظة جبت اللي فيه عميستي سوري بقى صحن غميق شكلهم على دنتي. شفتوا كيف بيكونوا على دنتي يعني مش ملبسين على بعضهم.
الدنتي مظبوط، مقصة ملح بس طعمتها طيب. تعرف وين المطبخ؟ اوكي، هو احسن الملح يكون نايس من زايد. صح، وهيك بنقول لهم باي ومتعشى على رواق. نبيت 4.4 على فيفينو. اف بيج تايم ديزيرفد، وان اوف ذا بيست ايف ايفر هاد. ومعروف انه واحد من اهم النبيت بامريكا. دي اروق ما تفلوا محل ماريو، عملنا مشروم ترافل بيتزا هلا هوم ميد ملح. حط باستا عليها بيزبط. حرام يفتح بيتزارية عن جد. اف يلا، ما حدا بيعرف مستقبلنا شو. واو.